الله يسهل عليك والله يفرحك. قال لك اللي معرفك خسرك. هذه الفرحة، هذا النهار ديال الفرحة، هذا باركوا الآية. أنا نعدت الله يسهل عليك، وأنا فرحت لك من فترة. دقيقية إن شاء الله. يلا السي حمزة مراد أجي. بدا أنت. هلا واه مصحف الشاوي داوي. هلا واه شوفي 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 السلام عليكم وتحيه المغرب نيوز، وكنشكروا اولا الصحفي المتالق يوسف، تحياتي لك. وحنا اليوم رحنا فرحانين مع آية، لان اليوم كاين الافتتاح. شوفوا آية دابا اليوم كيفاش ولات، هي فرحانه. انا غادي ندير معك لقاء اليوم. مهم اخوان، حنا اليوم رحنا عندنا الافتتاح، واحد شويه غادي يجيو عيساوة. الدنيا راها عامره. آية باش حسيتي اليوم؟ صراحة أنا فرحانة بزاف، والفضل كله كيرجع لك أنت وأختي حياة والمغاربة كاملين داخل الوطن وخارج الوطن. وفضل الله سبحانه وتعالى اللي ما كينسانيش دائما، يعني ربي والله ربي كبير الحمد لله، ما كيسد باب حتى كيفتح بيبان. وكنبغي نقول للبنات ديال المغرب ما تثقوش بزاف، وما تعطوش نيتكم عاوتاني بزاف اللي ما كيستاهلكمش، وسمعوا الهضرة اللي تبكيكم، ما تسمعوش الهضرة اللي تضحككم. وكنبغي نشكركم بزاف بزاف كاع الناس اللي جاوا عندي هنايا، وكنبغي نشكر خويا يوسف اللي صراحه انسان الله يعمرها دار صحفي متالق. وكيفاش الطريقه كيفاش كيدير معاك الحوار صراحه ما شاء الله عليك، كنشكرو بزاف بزاف. وهادشي اللي كاين بالنسبه لنعاود نرجعو عند يوسف. يوسف تبارك الله صراحه كيوصل الميساجات بطريقه اللي زوينه. وكنبغيو نقولوا للمتتبعين ديال المغرب نيوز اليوم ان آية باش تعرفوها مظلومه بزاف، راه غادي ترجعوا للقناه عندي خوك الجوك، غتشوفوا بانها راه مظلومه، لان الناس كاين اللي ما عارفش بزاف. والحمد لله اليوم هي آية راه المشروع ديالها الله يسهل عليها، الكونترا في سميتها، كل شيء في سميتها. الجوك دار الدفيعه، وغادي يخلي آية تخدم. الله يسهل عليك اخويا، والله يكثر خيرك انت واختي حياه. وكما كنقول دائما راكم خوتي اللي ما ولدتهمش ليا امي، بقيت فيكم بزاف ديال الحوايج عائلتي صراحه. الله يخلي لكم وليداتكم، واخا عيان ما نشكر فيكم صراحه، راه الشكر قليل في حقكم بزاف. وكنشكر حتى ماما ليلى وكاع الناس اللي حاضرين معنا هنا، خويا الحاج حتى هو اللي فتح لي القناه وتعاون معايا، شكرا لي بزاف، والمدام ديالو شكرا لك. وحاجه اخرى غنقولها، وانا راه باقي غتبقى تشهد عليا هاد الفيديو غيبقى يشهد، راه آية راه دفعناها باش تخدم، ولكن راه غتعكل غنعاود عاوتاني نجي. انا كنتمنى انك ما تعكليش وما تطيحيش، ولكن حتى ولو تعكلتي دائما غتلقاي الجوك في جانبك، او حياه في جانبك. الا ما كانش انا راه كاينه حياه، ولا ما كاينش حياه راه كاين الحاج. صافي حنا معاك تتكملوا. كنقولوا المغرب نيوز اليوم شكرا لكم بزاف بزاف على تواجدكم معنا في هذا الافتتاح اللي شويه غادي تكون بلبله. غادي تجيو تشوفوا الجوك مسطي شويه. كيف هو الاحساس ديال آية اليوم؟ هو احساس ديال آية انا حاس به، ولكن بغيتك انت تقولي ملي كان دابا قلتي واحد الانترفيو قلتي غنفيق عارف راسي فين غنمشي. عقلتي عليه كنا مشينا دايرين كونترا في الصباح، يعني غادي
غادي تمشي للبلاصه اللي كتسترزقي من الله غتقولي بسم الله غتدخلي يعني تقدري كاع نقدر ما نكريش نبات في المحل ديالي ما عنديش مشكل الحمد لله يعني انا غاده خطوه خطوه غادي نوصل للهدف ديالي ان شاء الله باذن الله وكنبغي نشكر ماما ليلى بزاف بزاف اللي وقفت معايا صراحه الله يجازها بخير وانت كذلك والاحساس ديالي زعما انا ما بقيتش باغا نبكي ما بقيتش باغا نهضر على شي حاجه اللي ما تستاهلش انني نهضر عليها والحمد لله ديما غتبقاو تشوفوا ان شاء الله ضاحكه وناشطه ان شاء الله باذن الله بسبب الخدمه ديالي وبسبب الجهد ديالي ان شاء الله وبغيت نوصل لشي حاجه اللي بدراعي وشكرا لكم بزاف واخا نعيا زعما مشكور راه ما غنقدرش اذا كيف ما شفتوا اي راها فرحانه تحياتي لكم من منبر مغرب نيوز كنقول لكم شكرا لكم على المتابعه واهم حاجه هما التعاليق الزوينه ديالكم وكنشكركم انا رانا مغربي وقفت مع امراه مغربيه هذا من فضل الله سبحانه وتعالى تحياتي لكم الى اللقاء شكرا تحياتي لخويا يوسف مغاربه نيوز وكاع الناس اللي متبعين القناه مغاربه نيوز وداخل المغرب وخارج المغرب كنبغيكم بزاف بزاف وصافي شكرا ترقبوا على شي هذه اي وين نسولوك ملي كيهاجمك هو دابا كياخذ الفيديوهات كيفاش كتحسيتي عادي يعني ماشي لحقاش اصلا الهضره ديالو كلها كذوب انا علاش كنبغي علاش كنتعصب لحقاش كله كذوب داكشي علاش كنتعصب انا وكان فهمتي حيت بان لينا خرج خرجات بزاف داكشي ما داكشي علاش انا خرجت هو خرج فعلا يعني القضاء راه واخذ المسطره القانونيه ديالو وصافي يعني داك السيد ما يستاهلش انني نبقى نهضر عليه مازال ترقبوا قول لهم شي ايه ترقبوا الفيديو كليب ان شاء الله اللي غادي يجمعني مع خويا كريم شي حاجه زوينه بزاف ومحترمه وان شاء الله غادي يعجبكم شوف هاد القضيه ديال المحترمه ولو كون ما كنتيش انت محترمه ما كنتيش غتوصلي لهذا الشيء اللي بفضل الله سبحانه وتعالى راك وصلتي ليه غادي نديروا فيديو كليب اللي هو زويون موسيقى اللي هي زوينه ان شاء الله ولو عيطوا لك تمشي تغني هيا راه فرحانه اليوم نضحكوا بيه ويبقى سوفونير وداك الشيء مرحبا اذا تحياتنا لكم شكرا لكم الى اللقاء